خلينا بس نتبل الشاورما. يس ونفوت. هلا ايش هي تتبيله الشاورما؟ طبعا زي ما حكت روان كل محل نشتري منه له تتبيلته الخاصه. صحيح. له نكهته الخاصه. بس المره راح اورجيكم تتبيلتي للشاورما. هسا احنا عندنا المكون الاساسي لتتبيله الشاورما اللي هو لبن الزبادي. لبن الزبادي بيعطيها طراوه وبيضلها عنا، وكمان بيطري عنا صدورة الدجاج، فهو إشي كثير ضروري. تمام. هلا هون حطينا لبن الزبادي. مع لبن الزبادي هون راح أحط عصير الليمون، وممكن كمان تستخدموا الخل. راح أحط هون ملعقتين كبار من عصير الليمون ضروري، وراح أحط كمان هون الزيت النباتي. هاي عندي المواد السائلة اللي راح استخدمها. هلا شو راح نحط كمان؟ برش الليمون. برش الليمون ما تتخيلوش بيعطي طعم طيب للشاورما. يعني هو من المكونات الأساسية. وراح احط كمان هون بهارات الشاورما. بهارات الشاورما اللي انتم بتستخدموها إلها كمان دور كبير بطعم الشاورما، فعشان هيك جيبوها من محل وحاولوا انه تكونوا تجيبوها جديد، يعني جيبوا كميات قليله منها، وكل مره بدكم تعملوا انه حاولوا انه تجيبوها جديد حتى تكون هيك نكهه البهارات فيها طيبه. هلا انا شو بدي احط من عندي؟ راح احط توابل مرق الدجاج، اوكي؟ راح احط زنجبيل بودره عشان اعطيها شوي تحروره. يلا. وراح احط هون القرنفل المطحون وجوزة الطيب بالاضافه للهيل المطحون، وراح احط هون كمان بودره البصل وبودره الثوم. وبهيك عندي التتبيله. واخر شيء ما ننسى البابريكا. بهيك عندي التتبيله صارت جاهزه، واكيد هون بدي احط الملح والفلفل الأسود. هاي الفلفل الاسود بالاضافه للملح. هلا بخلطهم كثير منيح وبحطهم فوق الدجاج. يلا تمام. طيب يلا اوكي، على ما انت تخلطيهم تحطيهم على الدجاج، نحن رح نروح لفاصل صغير. بعد الفاصل رح نرجع نكمل معاكم اكلتنا الاولى، وصفتنا الاولى هي شاورما الدجاج.